27 أيلول عيد مار منصور دو بول، وبها المناسبة كنيسة مار منصور بدبي بالنقاش ودبي عم بتحضر احتفالاتها السنوية اللي بتمتد بين 17 و25 أيلول. تفاصيل أكثر حول هالنشاطات مع ضيوفنا، برحب بالأب جون بول حبيقة. أهلا وسهلا فيك أبونا، شرفتنا. حضرتك خادم رعاية مار منصور النقاش ودبي بنيابة السربة، وبرحب كمان بميرنا معلوف. أهلا وسهلا فيك ميرنا. حضرتك من الجامعات العائلية بالرعية، وراح تخبرينا عن برنامج الاحتفال، ولكن بداية ضروري نتعرف بلمحة سريعة إذا ممكن عن سيرة حياة القديس مار منصور دو بول. القديس أول شيء بداية بقول لك ينعاد عليك، ينعاد عليك يا رب. ميرسي لك، بحييك وبحيي كمان الام تي في وكل المشاهدين اخوتي بالرب يسوع، من قالوا المجد لله. بداية شرفتنا. القديس منصور خلق بقرية بوي بفرنسا سنة 1581 81 ومثل كل شخص يعني ربنا بيدعيه وبتفاعل وبجاوب مع هالدعوة. أكيد جو البيت أثر، أنه كانوا بيو أهله كانوا مزارعين، مزارعين كانوا، صح، كانوا مزارعين، عائلة متواضعة كثير، ولكن كانوا تقيين في حي التقوى بقلب البيت عندهم، فتفاعل فعلا مع هالدعوة ديس منصور. وسنة 1600 ارتسم كاهن، ومن بعد ما ارتسم كاهن عايش خبرة فريدة من نوعها، هيك أسر إلى شمال أفريقيا كعبد، من بعد ما تحرر راح إيطاليا كف علمه، ومن بعدها استقر بفرنسا مع الملكة مارغوريت بالبلاط الملكي، وكانت مهمته الأساسية توزيع الحسنات إلى الفقراء. صح، كرس أكثر من 40 سنة من حياته قريل علامات ربنا، اعتبر أنه هيدي دعوته يهتم بالفقير، فمع الوقت فعلا نيمت هالدعوة عنده اهتمام بالفقير، فصار لقب إذا بدك بعملاق البر والإحسان. نعم. صارت قضيته الفقير وشعاره أرسلني أبشر الفقراء. مش هيك بأسس أخوية سيدات المحبة، مهمتها أو هدفها أن تعنى تهتم بالفقراء وبالمحتاجين، ومن بعدها بأسس كمان راهبات المحبة وعلى رأسهم لويس دو مارياك اللي صارت قديسة بعدين، وهدفها أيضا خدمة المسيح من خلال خدمة الفقراء. ولكن كان يعتبر القديس منصور أنه بالحياة الروحية أو الفقر الروحي أشد خطرا من الفقر المادي، لذلك أسس جمعية الرسالة لأبي العذاريين يلي مهمتهم تبشير الفقراء وتنشئة الإكليريكيين. فإذا كان يعتبر الفقير مار منصور كان يقول عن الفقراء هم أسيادنا، لهم ينبغي الطاعة والاحترام، أغنياء روحيا، وهذا الكلام غير مبالغ فيه لأنهم على صورة المسيح. نعم. مش هيك قضيته الفقير، قضيته الإنسان المحتاج، لأنه كانوا يقول هو حسب كلامه الفقراء هم يتشفعون بنا عند الله الآب السماوي. يعني لما حلو كتير، بقى روحانيته كانت حلوة كتير، وعم نحاول هالروحانية هيدي نجسدها بقلب عملنا برعية مع هالشباب وهالصبايا مع العائلات. بحياته أكيد وأسس جمعيات وأخويات كتيرة بحياته من أكيد هو وجند الألاف، وحتى من بعد وفاته ومنهم الملكي جند الملكي، مزبوط. حتى من بعد ما وفاته، توفى ب 27 أيلول سنة 1660، من بعد وفاته تأسس كثير جمعيات انطلاقا من روحانية القديس منصور، مثل جمعية مار منصور. يا ريت كان معنا وقت أكثر تنحكي عن الإنجازات اللي حققها، ولكن بدنا نركز شوي كمان على البرنامج الاحتفالات اللي ابتدت ب 17 أيلول. من 17 ل 22 كانت مخصصة لتسعية صلاة، تحضير للاحتفالات الكبيرة. أنا رح أحكي شوي عن الشق الترفيهي، بنرجع بنعطي جان بول يحكينا عن الشق النشاطات الروحية. نشاطاتنا بتمتد من الجمعة 23 أيلول للأحد 25 أيلول، رح يكون عندنا كارمس للأطفال والشباب كل يوم من الساعة 4 للساعة 8، فيه كثير من الألعاب المتنوعة والمشوقة من تحضير أبناء الرعية، وهون بنقدم شكر لكل شبيبة الرعية اللي حضروا وتعبوا بهالأعمال اللي كل سنة عم بجربوا يطوروها لما يصير في روتين معين. الشباب والصبايا شاركوا بتحضير هالنشاطات. أكيد أكيد، الشباب الروح الشبابي عم نحكي، نجمل الاثنين. نهار الجمعة عنا سهرة مع الشبيبة كمان الساعة 9 كاراوكي نايت، تحية شبيبة الرعية وبتدعي الكل، هي سهرة مجانية يكونوا موجودين معنا تنستمتع بالأصوات الحلوة. نهار السبت إضافة للكيرمس رح يكون عنا على الساعة 7 سيرك للأطفال مميز مع سيرك ميني ستارز، نتمنى نشاطات يكون واسع أكيد ولكل الأعمار رح تكون موجودة. سيرك رح يجي على باحة الكنيسة؟ نعم، على باحة الكنيسة، هي النشاطات كلها بباحة الكنيسة. وعلى الساعة 10 عنا سهرة غنائية مع الفنانة بريجيت ياغي، وخلال هالسهرة رح يصير في عنا سحب على التومبولا
وهون بحب نوه انه طنبلة هدف كثير مهم. اكيد هو بناء مجمعنا الرعوي بالكنيسه، هالمجمع اللي رح يسمح يكون عندنا بحيط اضافيه بالكنيسه، صالونات، مكاتب للخوارنه، لنقدر ننمي النشاطات تبع الرعيه. يعني هلا بينقصنا الاماكن ليجتمعوا الشباب ليصير في محاضرات، هالمجمع الهدف منه نخلق هالاماكن ويصير في عندنا راحه اكثر بال، يعني بالاضافه لربح هدايا عديده بيقدروا يساهموا بتحقيق هدفكم كمان. اكيد. ونهار الاحد عندنا كمان خلال الكيرمس مباريات رياضيه رح تتم بين اكيبات مختلفه انتسبوا، ونتمنى يصير في انتساب اكبر لانه كمان في جوائز قيمه خلال هالمباريات، واهم شيء نكون عم نخلق هالروح التعاون وروح الرياضيه بين الشباب ليتباروا وينبسطوا بنفس الوقت. ميرنا الدعوه مفتوحه للجميع. نعم الدعوه مجانيه. هالنشاطات اللي ذكرناها مجانيه؟ اكيد الدعوه للكل، اهلا وسهلا فيهم، وراح يكون في مجانيه. نعم. وراح يكون في اكيد اكل خلال السهرات متوفره كمان بباحه الكنيسه. فرح باقي النشاطات او الاحتفالات الروحيه الكبيره اللي محضره بين 22 و25. نحن بنبلش بتسعيد صلاه بنحضر للعيد، ولكن اخر ثلاث ايام هن بيكونوا الاحتفالات الكبيره. عندنا نهار الجمعه في ريسيتال مع سيدي جمانة مدور. حلو. وكمان نهار ال 24 شهر السبت في احتفال رح يحتفل فيه راعي ابرشيتنا سيد المطران بولس روحانا. من بعد ثاني يوم نهار الاحد بيكون في عندنا بير مجد علاوي ايضا رح يقدس ورح يعطي تيمونياج. حلو. كمان القديس منصور كان ركز كثير على الحياه الروحيه. شو اهم عبره ممكن ناخذها من حياه مار منصور بوسط الظروف اللي عم نعيشها اليوم والصعوبات اللي عم نعيشها اليوم ابونا؟ المار منصور كان دائما يركز على المحبه، المحبه كان يقول هي رباط يشد الجماعات الى الله والافراد الى بعضهم البعض. وبيحكي عن الاعمال المحبه، بدون محبه حياتنا فراغ واعمالنا ما لها معنى. فلازم يعرف كمان حتى شعار السنه اللي اخذينه نحن بالاعمال يسير الانسان على درب الكمال ويطبع بطابع المسيح. من اشهر اقواله. ايه من هودي كلهم كل سنه نحن بناخذ شعار من اقواله. بقى عن جد نحن بحاجه بالعالم اليوم اللي عم بيعيش اذا بدك نوع من الانانيه والشغل، انه الانسان كل انسان عم بيشتغل لذاته لحتى يحقق ذاته، ولكن كمان ضروري نخصص وقت لنرجع لذاتنا ونخصص وقت للتامل. ايه صح. لننظر لحياتنا يمكن هذا بحاجه لمحبه، لمحبه. المحبه سيده رفيعه الشان كان يقول عنها مار منصور. قديش عم نعيش المحبه بحياتنا؟ هلا بدي اقوله انا قديش عم نعيش فعلا المحبه، والمحبه فيها تضحيه، فيها بذل، فيها عطاء، ولا وجوه كثيره، ولا وجوه كثيره، ولا ابعاد كثيره بحياتنا. قديش عم نجسدها بحياتنا؟ فمار منصور كان دائما اذا بدي احكي بهذا الموضوع حتى عن قلب الجماعات عندنا بقلب الرعيه، عن جد مثل ما قلت قال مار منصور المحبه يشد الافراد الى بعضهم البعض والجماعات الى الله. هذا الشيء عم نعيشه مع بعضنا نحن بتحضيراتنا للعيد، كل الجماعات وكل اللجان عم بيشتغلوا على قلب واحد، بروح المحبه، بروح الفرح مع بعضنا البعض. بتحس انه في جو عائلي كنا سوا لازم نعيشه على مدار السنه مش بس بالمناسبه. اكيد اكيد. وهذا الشيء موجود. نعم. يعني اذا بدي اعدد لك هلا انا عم بشكر بالاخر شو في جماعات بتقدر بدك تشكر هلا لانه خلصنا. خلصنا. طيب لكن انا طيب بدي اشكر اول شيء اكيد اخوتي الكهنه بير عبد ابو كاسم بير. نعم. ميشيل الحاج معنا. بدي اشكر دي بدايه سياده المطران راعي برشيتنا يلي. نعم. دائما هو بي روحي لنا عم. نعم. بيحضرنا وبيساعدنا. بدي اشكر راهبات فرانسكانيه معنا. بدي اشكر امانه سر الرعيه. بدي اشكر بلديه طبيه، بلديه ام طلياس، هن كتار شوي. الصليب الاحمر، الدفاع المدني، المؤسسه العسكريه، القوى الامن الداخلي، هودي كلهم عم بيتعاونوا معنا. مهندس الصوت رجيب فرحات، واكيد الام تي في، يعني الام تي في حضرتنا للاخر بالاحتفال. بدي اشكر كل شخص عم بيساهم بالاحتفال ان كان على الصعيد المادي او على الصعيد المعنوي. بدي اشكر لجنه وقف، الجمعيه العائليه، لجنه العائله، الحركه الاسلوبيه المريميه، الكشاف والكشافه، اخويه، عائلات قلب يسوع، كبارنا، سامر الصالح، شؤون الاجتماعيه اللي عم تعنا كل شهر ب 60 عائله بتهتم فيهم، وكل شخص عم بيقوم بالاعمال الجسديه على الارض. بدي اشكر كمان كل الجوقات اللي عم بيهتموا على الصعيد الروحي بكل الاحتفالات. نحن بنحييهم كمان وبنشكر جهودكم انتم اللي بتمتد على مدار السنه مش بس بالمناسبات والاعياد. مرسي. عبال كل سنه ينعاد عليكم. ربنا يبارك فيك ويبارك كل مشاهدينا. شرفتونا. مرسي. وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل.